بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار مراجعتنا لدور البروتينات في الدفاع عن الذات، سأقترح التمرين الثاني لشعبة الرياضيات بكالوريا دورة 2019. نص التمرين: للعضوية القدرة على إقصاء اللاذات نتيجة تدخل خلايا مناعية نوعية وجزيئات بروتينية متخصصة. لاحظوا، خلايا مناعية نوعية وجزيئات بروتينية متخصصة. لمعرفة آليات هذا التدخل نقترح الدراسة التالية. احنا لما درسنا دور البروتينات في الدفاع عن الذات لاحظنا أن هناك خلايا مناعية وهناك جزيئات بروتينية عندها دور في الدفاع عن الذات، مثلا الأجسام المضادة، مثلا مستقبلات الغشائية، كل هذه عندها دور في إقصاء اللاذات. توزع خلايا، الجزء الأول، توزع خلايا مناعية مختلفة على ثلاث غرف أو على ثلاث غرف في شروط تجريبية مبينة في الشكل ألف من الوثيقة واحد، حيث تفصل الغرفة واحد عن الغرفة أو اثنين أو تفصل بغشاء نافوذ للجزيئات وغير نافوذ للخلايا، في حين تفصل الغرفة اثنين على الغرفة ثلاثة بغشاء غير نافوذ. إذن والغرفة واحد واثنين مفصولتان بغشاء نافوذ للمواد المنحلة وغير نافوذ للخلايا، وبالنسبة لاثنين والغرفة اثنين والغرفة ثلاثة مفصولتان بغشاء لا يسمح لا بنفاذة المواد المنحلة ولا لماذا ولا للجزيئات. بينما يوضح الشكلان باء وجيم من نفس الوثيقة رسما تخطيطيا للظواهر الخلوية التي تحدث داخل الغرف الثلاث. إذا الشكل ألف والشكل باء هي عبارة عن الظواهر اللي حدثت في الغرفتين، هذه هي الظواهر الخلوية اللي حدثت في الغرفة واحد وثلاثة، وهذه عبارة عن الظواهر اللي حدثت في الظواهر الخلوية التي حدثت في الغرفة اثنين. أول تعليمة: تعرف على الخلايا سين وعين صاد لام مع ذكر الأسس المعتمد عليها في ذلك. إذن الجزء الأول: التعليمة الأولى منه وهو التعرف على الخلايا سين وعين وصاد ولام مع ذكر الأسس المعتمد فيها على ذلك. بالنسبة لي سين، لاحظوا معي الخلية سين، الخلية سين على اتصال بماذا؟ بلام، وصاد على اتصال بالمستضد، وعين على اتصال بالخلية المصابة. ما دام عين على اتصال بالخلية المصابة إذا حتما هي عبارة عن، لاحظوا معي، هذا عبارة عن مستقبل يتحسس لهذا المحدد، وهذه عبارة عن ماذا؟ مؤشر ماذا؟ جليكوبروتيني لماذا يتحسس للسيهاماش. إذا احنا نعرف أن عين، بما أن هذه خلية مصابة، إذا اللي يتحسس لها المفروض هي عبارة عن التيويت، إذا عين التيويت. بالنسبة لي صاد، صاد تتحسس مباشرة للفيروس اللي هو عبارة عن مستضد، إذا هذه عبارة عن البي. وهنا لاحظ أن ظاهرة البلعامة ثم بلعمة المستضد وهضمه ثم عرض على سطح هذه الخلية بواسطة عماش عرض من المحددات وتحسست له ماذا؟ الخلية سين. إذا سين تتحسس لمحددات معروضة على، إذا هذه بالعة وهذه عبارة عن التيكات. إذا الآن نرجع، إن بالنسبة لي سين، سين عبارة عن التيكات، هذا بالنسبة لي سين. الآن نقول أن سين تتعرف على محدد المستضد الذي تعرضه أو الذي يعرضه
سي عماش. دو للبالعات بعد ما بل إذن البالعات بعد ما تبلع المستضد، نعرف هذا ما دام رانا في مراجعة. نحن نعلم بأن البالعات بعدما تبلع بعض المستضدات تعمل على هضمها ثم تحليلها جزئيا، ثم تعرض المحددات، كي نقول جزئيا معناها تركت فيها المحددات، تعرض هذه المحددات عن طريق سي عماش 1 سي عماش 2. بعد ذلك تتحسس لها البالعة عفوا الالتيكات من خلال تعرف المزدوج لماذا تصبح قابلة للتنشيط. إذن هذا بالنسبة للشيء الأول. بالنسبة لي عين، خلية عين، عين لاحظ أنها تحسست للمحدد الذي عرضته الخلية المصابة عن طريق سي عماش، من المفروض عن طريق سي عماش أ. إذن عين عبارة عن ماذا؟ التويت. هنا تتعرف على محدد، على محدد المستضد الذي يعرضه سي عماش أ للخلية المصابة. لاحظوا معي، الخلية العارضة قادرة تكون خلية مصابة، والخلية العارضة قادرة تكون بالعة. هنا يتم عرض مستضد محددات ذات منشأ داخلي، لأن الخلية المصابة تشكل عندما تصاب ستشكل مستضد بيبتيدي وتعرضه عن طريق سي عماش أ، وهنا حتى يتم التعرف عليها، وبالتالي فيما بعد سيتم القضاء عليها حتى ماذا لا يتكاثر، ماذا أو ماذا حتى لا تنتشر هذه الإصابة. بمعنى إذا كانت خلية مصابة خلية سرطانية ما راحش تكاثر، وإذا كانت خلية مصابة ببكتيريا أو فيروسات بالقضاء على هذه الخلية إذن هذه البكتيريا وهذه الفيروسات لا يمكنها التكاثر. وهنا البالعة تعرض المحدد الذي للمستضد الذي تمت بلعامته، إذن هنا تعرض عن طريق سام ماذا تعرض محددات ذات منشأ خارجي. كل محدد ذو منشأ خارجي سيعرض عن طريق سي عماش 2 لتتعرف عليه الالتيكات، وكل محدد ذو منشأ داخلي سيتم عرضه عن طريق سي عماش 1 لتتعرف عليه ماذا؟ الالتيويت. الآن بالنسبة لي لام، لام عبارة عن بالعة، عفوا هنا التيويت بالعة. البالعة دورها مع ذكر الأسس المعتمد في ذلك، إذن هنا تقدم محددات المستضد، هنا المحددات ذات منشأ مفروض قلنا داخل عن طريق سي عماش 2 لتتعرف عليه البالعات. هذا من جهة تفرز لما تصبح خلية عارضة، المفروض تفرز الإي آل آ لماذا؟ لماذا ينشط لتنشيط، لتنشيط الالتيكات. طبعا احنا عارف باللي تنشيط الالتيكات راح يكون مزدوج من جهة، عفوا تفرز الإي آل آ، العفو تفرز الإي آل آ اللي ساهم في التنشيط، والالتيكات أيضا بعد ماذا المفروض تنشيطها يكون مزدوج، سنرى ذلك فيما بعد. سين عين لام ثم صاد، صاد عبارة عن ألبي، هنا تحسست بشكل مباشر للمستضد أو لمحددات المستضد. لاحظوا ما تمش العرض وإنما مباشرة تحسس للمستضد. ننتقل الآن إلى التعليمة 2. استنتج العلاقة الوظيفية بين الخليتين سين ولام. إذا التعليمة الثانية استنتاج العلاقة الوظيفية
بين الخليتين سين ولام. طبعا سين عبارة عن التكات ولام عبارة عن بالعات كبيرة. بالنسبة لي العلاقة الوظيفية هي علاقة تعاون، إذن توجد بينهما علاقة تعاون. هذه العلاقة تاع التعاون تتمثل في أن الالتكات تتحسس للمحدد المعروض بواسطة سيماش دو للبالعات، ثم من جهة تنشيط تنشيط البالعات للالتكات، وهذا من خلال إفرازها لماذا؟ الإي آل آن. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من التمرين. لا أرجعوا. نقرأ الجزء الثاني. خلال أيام من التجربة السابقة تم قياس كمية كل من جلوبيلينات المناعية اللي هي الأجسام المضادة من النوع إي جي أو الأجسام المضادة إي جي والبيرفورين الأديان الخلوي والأديان الفيروسي. احنا نعرف أن البيرفورين المفروض تفرزه الال تي سي، بالنسبة للإي جي من المعروف أنه تفرزه الال بي بي، يعني الال بي بعد متمايز الى ال بي. ثم الاديان الخلوي، الاديان الخلوي يعني اديان الخلايا واديان الخلايا المناعيه بمعنى، والاديان الفيروسي في الغرفتين. طبعا بالنسبه واحد واثنين فاعطت النتائج المبينه في الوثيقه اثنين. الان اول ماذا؟ التعليمه الاولى فرعها الف، وهو ان ننجز تحليلا مقارنة للمنحنيات المحصل عليها في الغرفتين واحد وثلاثة. ما تنسوش أن الغرفة واحد مفصولة عن الغرفة اثنين بغشاء نافوذ للمواد المنحلة وغير نافوذ للخلايا، والغرفة اثنين وثلاثة مفصولتين بغشاء غير نافوذ لا للمواد المنحلة ولا للخلايا. الآن بالنسبة لي قلنا مطلوب منا هنا أن ننجز تحليلا مقارنا للمنحنيات. احنا كنا أشرنا في تمرين سابق بأن أي تحليل لابد وأن نذكر فيه ثلاث أشياء. قلنا لابد وأن نذكر ماذا تمثل الوثيقة، بمعنى عنوان الوثيقة أو المنحنيات أو إلى آخر ذلك. ثم ثانيا الملاحظات اللي يمكن ماذا مشاهدتها، وأخيرا الاستنتاج. هنا طلب منا تحليل مقارن، إذا لازم نعطي العنوان، ثم بعد العنوان نعطي الملاحظات ولكن في شكل مقارنة، ثم نقوم بالاستنتاج. إذا عدنا الجزء الثاني، التعليمة الأولى الفرع ألف وهو التحليل المقارن
لمنحنيات أو للمنحنيات المحصل عليها في الغرفتين واحد وثلاثة. هنا أشير إلى شيء مهم جدا، وهو أن التلميذ لما يقدم الإجابة يحاول دائما أن يرقم الإجابات تاعو وأن يكون منظم، حتى طبعا اللي صحح يقدر ماذا يكون يصحح بارتياح. نرجع الآن في التحليل، قلنا أول شيء نقدمه في التحليل وهو إعطاء العنوان. إذا نقدر نقول أن هذه الوثيقة اللي هي النتائج ماذا؟ هذه الوثيقة ستمثل، اللي هي بالنسبة للوثيقة اثنين، تمثل تطور أو تغير كمية كل من الأديان الخلوي والأديان الفيروسي وكمية الإيجي والبرفورين في الغرفتين واحد واثنين. إذن تمثل الوثيقة اثنين تغير كمية الأديان الفيروسي الأديان الخلوي كمية الأجسام المضادة والبرفورين بدلالة الزمن في الغرفتين بطبيعة الحال واحد وثلاثة. هذا كعنوان. الآن حيث نلاحظ، قلنا مفروض بعد ذلك ندير الملاحظة، لاحظوا معي جيدا، لازم ندير تحليل مقارن. لاحظوا معي بالنسبة للأديان الخلوي تزايد داخل الغرفة، تزايد مع الزمن تزايد لكمية الأديان الخلوي بمرور الزمن أو بدلالة الزمن ماذا داخل الغرفة واحد، ثم ماذا متزايد بصورة عامة، ثم بعد مدة يثبت. إذن الأديان الخلوي تزايد كميته بدلالة الزمن داخل الغرفة واحد وبعد فترة تثبت كميته. بالنسبة لي الغرفة اثنين ثلاثة كميتها ظلت ثابتة، بينما كمية الأديان الخلوي لم تتزايد داخل الغرفة ثلاثة بل ظلت ثابتة. طبعا لاحظوا راها قليلة، دائما باقية في الكمية الابتدائية، دائما الكمية الابتدائية. بالنسبة للأديان الفيروسي، الأديان الفيروسي داخل الغرفة واحد تزايد وبعد فترة تنقص. الأديان الفيروسي تزايد كميته داخل الغرفة واحد وبعد فترة
تناقصت كميته. أما في الغرفة ثلاثة، لاحظوا معي كميته تزايدت دون تناقص، تزايد كميته دون تناقصها. نرجع الآن إلى الإي جي جي والبرفورين. في الغرفة رقم واحد تزايدت كمية كل من الإي جي جي والبرفورين وتناقصت كميتهما بعد فترة، هذا في الغرفة واحد. إذن بالنسبة للإي جي جي، الإي جي عفوا والبرفورين، تزايد كمية كل منهما في الغرفة واحد، وبعد فترة تناقص كمية كل منهما. لاحظوا معي في الغرفة اثنين، في الغرفة عفوا ثلاثة، الغرفة ثلاثة بالنسبة للإي جي جي والبرفورين كميتهم نقدر نقول ماذا؟ شبه معدومة. إذن أما في الغرفة ثلاثة فكميتهما شبه معدومة. الآن من المفروض قلنا التحليل نقدم فيه العنوان ثم الملاحظة، الآن الاستنتاج. طبعا بالنسبة لي قبل ما نعرف، قبل ما نستنتج، لو نتكلم على زيادة الأديان سواء كان خلوي أو فيروسي، زيادة الأديان بصورة عامة يشير إلى ظاهرة التضاعف الخلوي، أي تكاثر الخلايا سواء كانت تكاثر الفيروسات أو الخلايا. هنا الآن تكاثر الفيروسات، وهنا تكاثرت الخلايا المناعية، وهنا كاين إنتاج للأسام المضادة، وهنا كاين إفراز للبرفورين. إنتاج الأسام المضادة وإنتاج البرفورين معناته يوجد استجابة مناعية سواء كانت خلطية أم خلوية، وهنا غياب الاستجابة المناعية، إذا معناته حدوث استجابة مناعية، حدوث استجابة مناعية في الغرفة ثلاثة وعدم، عفوا غرفة واحد عفوا، وعدم حدوثها في الغرفة ثلاثة. طبعا راح فيما بعد ما دام مطلوب منا تفسير النتائج، راح ماذا لما نفسر النتائج سنرى لماذا حدثت هنا استجابة مناعية ولماذا لم تحدث هنا استجابة مناعية. الآن نرجع الآن دائما بالنسبة للتعليمة الأولى من الجزء الأول، فرحبا، وهو أنه ماذا، أنه مطلوب منا تفسير النتائج المحصل عليها. إذن با تفسير النتائج المحصل عليها. تفسير النتائج المحصل عليها يعني النتائج اللي تحصلنا عليها سواء في الغرفة رقم واحد أو الغرفة رقم اثنين، ماذا؟ كل هذه لازمنا نفسرها. بالنسبة للغرفة واحد، نفسر تزايد الأديان الخلوي بتضاعف أو تكاثر
اللمفاويات سواء من النوع ماذا LB أو LT، فيما ماذا سواء LB أو LT، لأن ما تنسوش في الغرفة واحد، ما تنسوش في الغرفة واحد، نرجع الآن إلى نرجع لفظك نرجع لنص التمرين، ما تنسوش في الغرفة واحد والغرفة ثلاثة، في كل منهما عدنا خلايا مصابة وعدنا LB وعدنا مستضدات فيروسية وعدنا ماذا إذن خلايا مصابة اللي هي عبارة عن ماذا عين، عفوا اللي هي عبارة عن خلايا مصابة خلايا مصابة ثم مستضد فيروسي ثم الخلايا عين اللي هي ماذا LT، بالضبط هي LT ويت، ثم ماذا LT ويت في سواء كان في الغرفة واحد أو الغرفة ثلاثة، هذا في الغرفة واحد أو الغرفة ثلاثة. إذا الآن نرجع الآن إلى تفسير النتائج، يعود أو نفسر تزايد الأديان الخلوي بتضاعفه مما يدل على تكاثر الخلايا اللمفاوية. لهنا نقصد هنا كان مفروض الال بي والال تي، بالضبط الال تي ويت. احنا نعرف ان كل خلية قبل ان تتضاعف اذا كانت تحتوي على كمية من الاديان قدرها كاف، من المفروض الاديان يتضاعف الى 2 كاف، ثم بعد ذلك تنقسم الخلية الى خليتين لتصبح في كل خلية كاف كاف، وهذا ما يسمى بالحفاظ على كمية الاديان. قلنا تفسر او نفسر تزايد الاديان الخلوي بتضاعفه مما يدل على تكاثر الخلايا اللمفاوية LB وLT، وهذا نتيجة لتنشيطها بواسطة الـ EL2 الذي انتقل عبر الغشاء من الغرفة 2. نرجع الآن، عاود رجع لي ولدي، لاحظوا معي الغرفة هنا تحتوي على بالعات وتحتوي على الالتيكات وتحتوي على المستضد الفيروسي، معناته البالعات بلعت المستضد الفيروسي بعض المستضدات الفيروسية، هضمتها وحلتها جزئيا وقدمت على سطحها عن طريق سيماش ان سيماش دو محدداته، تم التعرف المزدوج عن طريق الالتيكات واللي نشطت ماذا نشطها الاي ال ام جهه ونشطت نفسها، وبالتالي افرمت تمايزت الى التيكات مساعده، افرزت الاي ال 2 انتقل من الغرفه 2 عبر الغشاء الى الغرفه 1. الغرفة واحد فيها الالتيكا الالتيويت تحست للمحدد ماذا المعروض عن طريق ساماش ان للخلية المصابة، وبالتالي شكلت مستقبلات الانترلوكين، هذه المستقبلات ثبتت الانترلوكين وبالتالي صبحت ماذا قادرة على ماذا قادرة على التكاثر، لذلك راح ماذا تتكاثر. وفي نفس الوقت هذا الاي ال 2 نشط القلب اللي تحست مباشره للمستضد الفيروسي وشكلت بعد ذلك المستقبلات، هذا الخاصه بالانترلوكين. اذا قلنا نفسر تزايد الاديان الخلوي بتضاعفه مما يدل على تكاثر الخلايا اللمفاويه اللي هي القلب والالتويت نتيجه لتنشيطها بواسطه الاي ال 2 الذي انتقل عبر غشاء من ماذا من الغرفه 2. الآن الال بي والال تي بعد ما تكاثرت، إذا من المفروض ماذا تكاثر الال بي نتج عنه ال بي بي، الال بي تكاثرها ينتج عنه أو بعض منها بعض الخلايا الناتجة عن التكاثر تميز إلى ال بي بي، هذا الال بي بي تفرز
لذلك ارتفاع ارتفاع هذه الجلوبيلينات. والالتي ويت تكاثرها من المفروض نتج عنه التي سي، وهذا التي سي افرزت البيرفورين. الان الاي جي جي راح تشكل مع المستضدات الفيروسيه اللي هي حره، يعني اللي مازال ماذا اللي مازال ما لم تثبت على الخلايا المصابه او لم تبلعها البالعات. اذا بالنسبه العفو الال تي سي الاي جي العفو صح الاي جي يشكل مع الفيروسات معقدات مناعية، معنى هذه استجابة خلطية. والآمذة والبيرفورين يخرب، أي بمعنى يحلل الخلايا المصابة بالفيروس، معنى حدث استجابة مناعية لحدوث استجابة مناعية خلطية لأمنتها الال بي وخلوية لأمنتها الال تي سي، راح ماذا يتوقف، ماذا يتم القضاء على الفيروسات. لهذه الغاية لاحظنا أن الأديان الفيروسي ماذا بعد مدة بدأ يتنقص. الآن بالنسبة لي هذا كل ما حدث في الغرفة ماذا ثلاثة، الغرفة واحد. لم يتم انتقال الاي ال دو من الغرفة اثنين إلى واحد لأن الغشاء غير نافذ. وبالتالي لم يتم تنشيط للقلبي وللالتويت، وبهذا لم تحدث استجابة مناعية، فلم تحدث استجابة مناعية. غياب الاستجابة المناعية الخلطية قابلة غياب الاي جي، إذن غياب الاستجابة الخلطية قابلة غياب الاي جي، وغياب الاستجابة الخلوية قابلة غياب البيرفورين. طبعا هنا ما حدثتش الاستجابة المناعية، لماذا؟ لأن القلب لم تتنشط. إذا كان القلب ما تنشطتش معناته لم تتميز، لم تتكاثر، وبالتالي لم تتميز إلى البي بي. وإذا كان الالتويت ماذا أيضا لم يتم تنشيطها بالرغم من أنها تحسست للمحددات المعروضة عن طريق الخلايا المصابة، يعني قامت بالتعرف المزدوج وشكلت من المفروض مستقبلات الأنترلوكين، ولكن في غياب الأنترلوكين لا يتم تنشيطها، إذا معناته لم تتكاثر وبالتالي لم تتميز إلى ال تي سي. وعلى هذا الأساس هناك استجابة ماذا مناعية ماذا خلطي خلوية غايبة. هذا بالنسبة للتعليمة ماذا با. نرجع الآن إلى التعليمة الثالثة أو باء عفوا ثانية، التعليم الثانية استخلص مع التعليم نمط الاستجابة المناعية التي حرض المستضد على حدوثها في كل من الغرفتين واحد واثنين. إذا ما دام هناك
ظهور للأجسام المضادة في الغرفة واحد، وهناك ظهور للبرفورين في الغرفة واحد، فهذا يعني أن هناك استجابة مناعية خلطية وأخرى خلوية علترت، وهناك أخرى خلوية. المعلومة الثانية، الاستجابة المناعية في الغرفة واحد والغرفة ثلاثة مع التعليل. الغرفة واحد، الاستجابة المناعية. التعليل. الغرفة الماء واحد، نقول هناك استجابة مناعية، استجابة مناعية مكتسبة خلطية. التعليل، ظهور الإيجي يعني الأجسام المضادة، ثم استجابة مناعية خلوية. طبعا التعليل، ظهور البرفورين، هذا بالنسبة للغرفة واحد. الآن الغرفة اثنين، هنا الاستجابة المناعية، وهنا التعليل. طيب، غياب الاستجابتين سواء كانت خلطية أم خلوية، وهذا يعود إلى غياب الإي جي وغياب حتما البرفورين. سلام، أهلا. عفوا. سد الزرافة؟ قريب، خاص واحد 5 مينوت. على عمرك صاحبي. ها واه صح. شحال ساعة؟ روني صح. خاش كان عندنا خاش بقى لنا صحيح. خلفوني صاحبي. واه صحيح، خلي ما تخاش. قلع هذاك الجزء الثالث صحيح. قلع ما توريش. واه قلع. أي ساعة دي نظافة؟ لا لا نورمال. لا صحيح. صح صحيح. قلع الجزء الثالث. طيب صح هذا الآن. إذا من خلال هذا التمرين نقدر نقول أن في هذا التمرين تطرقنا إلى الاستجابة المناعية الخلطية والاستجابة المناعية الخلوية. كل من الاستجابة المناعية الخلطية والاستجابة المناعية الخلوية يحدث بتعاون ماذا؟ بتعاون هذه الخلايا سواء ال بي أو ال تي مع البالعات من جهة ومع ال تيكات من جهة أخرى. بالنسبة للبالعات تقدم المستضد أو محددة المستضد الذي عملت على بلعمته عن طريق السي ام اش 2 لتتعرف عليه ال تيكات، والال تيكات بعد ذلك تنشط وتتميز إلى تيكات مساعدة لتفريز الأنترلوكين. هذا الأنترلوكين راح ينشط ال بي اللي تحسست للمستضد، وبالتالي تتكاثر وتتميز إلى ال بي بي وإلى ال بي بي ام. ال بي بي تفرز الأجسام المضادة اللي ترتبط مع الفيروسات أو مع المستضدات الحرة، في حين أنه ال تي وي تتحسس للمستضد المعروض عن طريق سي ام اش ان للخلايا المصابة، وبالتالي راح تشكل مستقبلات الأنترلوكين، يعمل لنشط هذا الأنترلوكين الذي أفرزته ال تي اش، وتتكاثر وتتميز إلى ال تي سي وإلى ال تي ويت. ال تي سي تفرز البرفورين، هذا البرفورين من المتعارف عليه يحدث في غشاء الخلية المصابة
ثقوب، هذه الثقوب تسمح بدخول شوارد لأملاح مختلفة فيرتفع تركيزها الداخلي، ونتيجة لذلك ستدخل كمية كبيرة من الماء لتنفجر الخلية، وهذا ما يسمى بالصدمة الحلولية، وهكذا يكون تم القضاء على الخلايا المصابة حتى لا يتم ماذا زيادة عدد الخلايا المصابة. هذا بالنسبة للاستجابة المناعية. شكراً.